أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل الشيخ صالح يقول: نقرأ ونحن في الابتدائي والثانوي والمتوسط بأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ما المراد بذلك؟ المراد بذلك أن الإسلام دين كامل للأولين والآخرين وقت نزوله على محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، وهو صالح لكل زمان، يعني لأهل كل زمان ولأهل كل مكان، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الجن والإنس، فرسالته عامة لكل زمان ولكل مكان، والإسلام صالح لكل زمان ومكان. نعم.